ومرحبا بك ومرحبا بك ماديو غرس. هكذا استقبل أهل أتخس مرشحين الأصالة والمعاصرة، مرشحين الجرار. هكذا استقبل أهل أتخس معروفين من زمان بأهل الكرم والجود. شكرا شكرا يا أهل أتخس، من رجالها إلى نسائها، من شيوخها إلى أبنائها، تحيات الناس أتخس. كان معكم عبد اللطيف بوستا وقناة بوستا تيفي، ونتمنى التوفيق إن شاء الله لميلود الرجولة منذ الطفولة بمعنى الكلمة. ميلود تحياتي لك إن شاء الله. الفوق الفوق أو الفوق الفوق.